أولى فقراتنا لليوم رح نبدأها ونتوجه إلى الغرفة الفتية يلي كان لها ملتقى حواري عن الواقع الصناعي الدوائي في سوريا ضمن مشروع ملتقى تطوير الأعمال وتسليط الضوء على العوامل المؤثرة في مجال الصناعة الدوائية الداخلية والخارجية. لحتى نحكي عن هالمشروع وعن الملتقى أكثر، بيسعدنا يكون معنا السيد عمار دالاتي مدير مشروع ملتقى الأعمال. أهلا وسهلا فيك، وايضا الاستاذه الاء العظم الرئيس المحلي للغرفه الفتيه في دمشق. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. بالبدايه استاذ عمار، خلينا نحكي شوي عن هيدا الملتقى والمشاركين فيه ونعرف المشاهدين عنه. صباح الخير. اول شيء ملتقى تطوير ملتقى الصناعات الدوائيه هو جزء من مشروع ملتقى تطوير اعمال، هو بيسلط الضوء على مجموعه من القضايا اللي بتهم المجتمع السوري. هلا كل ملتقى هو بيحمل عنوان ومحاور واهداف معينه. ملتقى الصناعات الدوائيه كان له عده محاور مهمه بحثنا فيها عن واقع الصناعات الدوائيه في سوريا، بحثنا عن احتياجات السوق المحليه لبعض الاصناف الدوائيه المهمه، بحثنا عن واقع الامن الدوائي في سوريا، واخيرا بحثنا عن تطوير هالصناعه ومستقبلها في سوريا. تمام. استاذ الاء، يسعد صباحك. الله يسعدك، اهلا وسهلا فيك. يعني ملتقى كثير مهم، ويمكن اختيار موضوع الدواء اليوم في سوريا خاصه في ظل الوباء يلي او وباء كورونا يلي عم نعيشه، امر كثير مهم انه نحن نسلط الضوء عليه. حكينا عن المحاور، ولكن خلينا نحكي عن اهم نقاط الضعف واهم نقاط القوه في الدواء والصناعات الدوائيه في سوريا. تمام. اليوم الصناعات الدوائيه هي ذات تاريخ بسوريا، لأنه من قبل الأزمة والحرب بسوريا كان في ولا زال في حوالي 92 معمل خرج منها 6 عن الخدمة، خرج أكثر ورجع عاد للخدمة، لكن هلأ بالنتيجة اللي خارج الخدمة لحد الآن هو فقط 6 معامل. فنحن بعدنا نوعا ما عندنا معامل إنتاج، كنا نصدر لحوالي 53 دولة وصل الدواء السوري، فعنا خبرات، عنا تاريخ، عنا قدرة على الصناعة. الواقع هلأ أكيد صعب بسبب العقوبات وبسبب عدم توافر المادة الأولية، هيدا صحيح. نقاط الضعف تبعنا، بس بالمقابل عنا نقاط قوة كتير منيحة. فنحن قادرين اليوم حسب الخبراء اللي كانوا معنا أكدوا أنه اليوم أي بحال تواجد التراخيص المناسبة والمتطلبات المناسبة ممكن إنتاج المادة الأولية، وبالتالي التغلب على هي الظروف. أكيد هي نقطة كتير مهمة. نعم. لأنه نحن عندنا مشكلة بوجود المادة الأولية من خلال الاستيرادة. نعم. ومن خلال الغلاء الفاحش اللي عم يكون سرق الصرف. تماما. كتير من الأشخاص استضفناهم الخبيرين والمعنيين بيقولوا لك ما عندنا مادة أولية. صح. خلال 10 سنين قديش فعلا نحن قادرين لتصنيع المادة؟ يعني هي نقطة الضعف الأساسية. نعم. قديش فينا فعلا تكون موجودة، وقديش كانت هي نقطة مهمة خلال هيدا الملتقى نقطة التركيز عليها، أنا قديش فيني فعلا أمنها. نعم. من خلال تصنيعها، ما تكون يعني رقبتي بايد اي حدا، لا أكيد. الانتاج من عندي وفيني كمان باسعار معقوله وصنع، لانه نحن الخبراء اللي كانوا موجودين معنا المتحدثين اكدوا انه نحن بسوريا قادمين على التصنيع، هي بس بدها التراخيص المناسبه من الجهات المعنيه والمجلس العلمي بعتقد للصناعات الدوائيه. نعم. ووزاره الصحه اكيد، فبوجود وزاره الصناعه كمان لانه بتدخل بالتراخيص، فبس بوجود التسهيلات معينة للاستثمار ولا استصدار التراخيص أكيد نحن قادرين ننتج أول شيء المادة الدوائية الأولية، وقادرين ننتج مواد أدوية نوعية بيقولوا لها اللي هي السرطانية والهرمونية اللي بتكون كثير تخصصية وبتلزم لفئة معينة من الناس، كمان بتوفر لهم هذا الدواء اللي هو لما عم يكون مستورد عم يكون غالي جدا جدا عليهم. تماما. فلا هن نأكدوا أنه نحن قادرين، العقوبات ما بتعطلنا وما كثير حتأثر علينا إذا اعتمدنا على انفسنا. صحيح. نعم. استاذ عمار، بالاونه الاخيره كونه عم نحكي عن المواد الاوليه، عم نشوف استخلاص المواد الاوليه من الطبيعه السوريه يلي هي. نعم. غنيه جدا جدا. نعم. بالمواد المفيده والتراكيب الطبيعيه يلي بتفيد في تراكيب الدواء. اليوم قد ايه مهم نركز على الطبيعه، المهم قد ايه مهم نركز على الاعشاب ايضا، ويمكن انه نستعيد عن الشيء الغير موجود دوائي بالدواء او شيء كيميائي عنا بالطبيعه. هلا نحن من خلال مشروعنا عملنا ورقه عمل، وخلال ورقه العمل طرحنا عده استبيانات.
تفاجأنا من استبيان أنه لحد الآن عندنا ثقافة في المجتمع السوري هو إيمانه بالدواء وليس يعني وما عنده إيمان مثل ما قلنا بالأعشاب أو بهالأمور الطب البديل. الطب البديل. فلذلك أول شيء لازم ينبنى عنا هالإيمان أنه نحن فعلا في سوريا في عنا مصادر كتير قوية، مصادر كتير متنوعة على فعلا للمواد الأولية للصناعات الدوائية، وهذا الشيء لازم نستثمره في سوريا. هذا بيتطلب تضافر كل الجهود سواء كانت الحكومية أو الخاصة لحتى نستثمر هذا الشيء أو نستثمر هالمصادر الموجودة في سوريا تترجم عن نعم. طريق تمام. الدواء تماما. طيب أستاذ آلاء، خلال هيدا الملتقى قديش فعلا يمكن حطيتوا إيدكم على الوجع، حطيتوا نقط أساسية من خلالها بدكم تطلعوا ببعض النقاط يتم تداوله مع وزارة الصحة مع وزارة الصناعة؟ يعني كتير بنشوف ملتقيات ومؤتمرات، لكن قديش فيني ترجم النتيجة على أرض الواقع، التسريع تمام. بالنتائج يعني البروتوكول كل مؤتمر فيني أكيد. ملخص بس بعد هي النقطة قديش فيني أنا فاعل فعلا، لأنه هي نقطة حساسة الدواء نعم. اليوم في سوريا. هلأ نحن اليوم كغرفة فتية دولية نحن بنعتبر حالنا منصة للحوار، منصة لجمع كل الأطراف المعنية بأي موضوع لحتى تحكي وتناقش المشاكل وتحط الحلول. يعني أنا اليوم ما بدي ضل يعني عم اقول كل احكي مو بس احكي، كل جهة عم تحكي لحالها. انا بدي الجهات كلها تقعد على الطاولة وتحكي مع بعض. اليوم اذا ما حكينا مع بعض ما بنقدر نحل مشاكلنا. هذا كان هدفنا من الملتقى. اكيد نحن ورقة التوصيات تبع الشيء اللي طلع معنا وان كان ورق من الملتقى وان كان ورقة العمل رح نرسلها للجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة، لكن اليوم نحن بنتمنى لاي جهة ندعيها لأي ملتقى تكون معنا موجودة. يعني ليه؟ لحتى لأنه هاي فرصة، لأنه فرصة أنه نحن نناقش مع بعض ونحكي ونحط إيدنا على الوجع. بس يتم إرسال الورقة ومتابعتها ومتابعتها نعم. بس أنا اليوم ما عندي سلطة أو يعني أنا جهة لا تأخذني أهلية فأنا ما عندي سلطة على جهة حكومية يعني أو جهة صناعية أو مستثمرين هي متابعتها لشخص العمل يعني. طبعا. لكن أنا بحاول مثل أحشد اليوم المجتمع انه نتوجه بهذا، نقسم نكون مؤثرين انه خلينا نروح بهذا الاتجاه، خلينا نفعل الاستثمار بالصناعات الاوليه. اذا هون حكينا بالاعلام وبدينا حكينا بملتقيات وبدينا حكينا بورقات توصيه يعني بيعطي اثر، الا صانع القرار يتاثر بهذا الكلام. انا هذا اللي بقول لهم اياه، دائما نحكي بالقصه، نضل عم نحكي، نضل عم نأيد وجهه نظر بعضنا والحلول الا يعطي نتيجه هذا الشيء لو بعد وقت. تمام. أستاذ عمار، الملتقى مثل ما حكيت السيدة آلاء إنه كان في جهات عديدة، كان في طروحات عديدة وكان في بنود عديدة تم مناقشتها، ولكن اليوم قديش مهم إنه كمان نحن نركز بثقافة الشارع السوري في تعاطي الدواء ونعطيه أكثر ثقافة بمرجعيته للطبيب، بعدم السماع للفيسبوك وللجيران بتناول وتبادل الدواء فيما بينهم. صحيح هالشيء، لذلك نحن في الملتقى جمعنا من كافة الأطراف ومن كافة الجهات. يعني حاولنا نجيب مثلا جهة من الصناعات الدوائية، حاولنا نجيب جهات نقابية، حاولنا نجيب جهات خبراء يعني بالاقتصاد السوري أو مثل ما نقول إنه هن عندهم وجهة نظر خارجية حول هالموضوع. فخلال هالشيء نحن طلع معنا كتير أمور وطبعا لازم تتعالج هاي تتعالج هالأمور. وطبعا صحيح كلامك إنه للأسف شديد في بعض الممارسات غير صحيحة. للأسف هذا ناتج ربما لثقافة، ربما حالة اقتصادية أيضا نعم. يمكن نعم. ما تكون تساعدهم أنه يروحوا على الطبيب فبيسمعوا استشارة من الجيران ممكن مثل كورونا. نحن أطلقنا حملة حبة 500 نعم. إذا بتتذكر السنة الماضية لحتى العالم ما تأخذ الدواء بدون إرشادات حبة 500 صحيح. حتى في أزمة كورونا بعض الأدوية صارت العالم تأخذها بدون ما تكون هي مصابة، إنه على أساس إنه هي عبارة عن وقاية أو صح. للأسف بس هذا الشيء طبعاً نحن بتظافر مثل ما قلنا الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، الجهات الأهلية، نحن بنساعد في تنمية هالثقافة أو نشر التوعية أو في تسليط الضوء على هالمواضيع تماماً. طيب أستاذ آلاء، بختام حديثنا لليوم، الجهات المشاركة معكم بهيدا الملتقى لبت الدعوة، قلتي لازم يكون المعنيين موجودين الأساسيين، كان جميع الجهات المعنية موجودة لبت هيدا الملتقى، المشاركين فيه مين كان؟ تمام. هلأ كان في بعتقد أنت المشاركين بتجاوبون أكثر يمكن، بس أنا حقول نحن أرسلنا دعوة أكيد لوزارة الصحة وتمنينا أنه يكون حدا منهم موجود معنا. هلأ هي سائبت يمكن هذين كانوا بيحبوا يكونوا معنا بس سائبت يوم الملتقى
الحقيقه كان يوم تعيين الحكومه الجديده، نتمنى لهم كل التوفيق. أكيد. فكان هذا يمكن شوي كان ما كان مناسب التوقيت بالنسبه صحيح. لهم، لكن عاده بصراحه نحن لما بندعي الجهات المعنيه بيلبوا الدعوه وبيكونوا متواجدين معنا حقيقه. بالملتقى الاول كان برعايه هيئه الاشراف على التامين واللي هي جهه حكوميه، لانه لنحكي عن واقع او الفجوه بين التامين والمجتمع بتذكر كان الموضوع، فكانوا ملبين لهذا الشيء بمشروع سويتش وبالملتقى الثاني اللي كان عن التوعيه بالدفع الالكتروني والتجاره الالكترونيه. كمان الجهات الحكوميه كانت كثير متفاعله معنا وحضرت، وفي ناس اعطت كثير شو بيقولوا مداخلات حلوه كثير عن الموضوع اللي عم نحكي فيه. فبالملتقى الثالث فعلا كنا بنتمنى وجودهم، لانه كثير بدك نسمع كل الاطراف. صحيح. في مشاكل يمكن هم ما عم يقولوها، فلما بيجوا بهيك ملتقيات وبيقولوها كمان الحلول بتكون ناجعه اكثر. تماما. سهله وسلسه بتكون اكثر. نحن بدنا نتمنى كل الطروحات يلي بتهم البلد واللي بتهم ابناء البلد يلي حضرتكم عم تطرحوها بالغرفه الفتيه انه هي تنسمع وايضا تتحقق على ارض الواقع كل المعطيات. نتشكركم ويعطيكم الف عافيه ست آلاء وسيد عمار. اهلا وسهلا فيكم. نتشكركم كثير على وجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمه. شكرا كثير لكم. شكرا لاستضافتنا.